السلام عليكم، عدنا إليكم مجددا. واليوم غادي تكون عندنا حصة في الكوميونيكاسيون والأكت دو لونغاج، ولكن غادي تكون في الوحدة الثانية لا سيتوينيتي اي لو كومبورتمون سيفيك. إذن غادي تدخلوا من مور العطلة إن شاء الله الوحدة الثانية، وغادي تكون عندنا الحصة الأولى في هذه الوحدة هي الكوميونيكاسيون. قبل ما نبداو الحصة كنتمنى انكم تدعموا القناة باشتراك ولايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش اي فيديو يوصلكم ان شاء الله. اذا افون ليكوت جوبسيرف اي جو ديكوفر، يعني خصني نلاحظ ونكتشف شنو كاينه في هذه الصورة هذه. كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا مجموعة ديال الاطفال، كل واحد كيحمل واحد الاداة في يده. غندوزو نكتشفوا الاسئلة اللي عندنا المتعلقة بالصورة، أسئلة اللي كتتعلق عندنا بهاد الصورة خصنا نكتشفوهم، واللي هو السؤال رقم واحد: كو فوا تو سور ليماج، يعني شنو كتشوف في هاد الصورة، هاد الصورة اللي قدامكم شنو كتشوف فيها؟ أي حاجة بانت لك في الصورة اكتبها. ملي تلقى شي سؤال مثلا بحال هكا كو فوا تو سور ليماج، أو اللي يقول لك مثلا الأستاذ كيسكو فو فوايي سور ليماج، أو لا كو ريبريزونت سيت ايماج، هادو كاملين كيعنيو شنو كتشوف انت في هذيك الصوره، ماذا تلاحظ. اذا حنا كنشوفو عندنا دو في جوج ديال البنات، عندنا 4 غارسون 1 2 3 4، عندنا ان كارتيي، كاين واحد هنا واحد الحي، واحد التجزئه مثلا مسخه، كاينه دي بيل اللي هما البالات، وكاينه دي بالي هي الشطابه، واحده هنا واحده هنا، وكاينه كذلك دي بوبيل، دي بوبيل الحاويات ديال القمامه. الوغ هادشي اللي قلناه غادي نكتبوه. نبداو بالسؤال رقم واحد: اون فوا دي زونفون، يعني كنشوف اطفال. شحال عندنا ديال الاطفال؟ عندنا دو في، جوج ديال الفتيات، عندنا 4 غارسون. شنو اخر كاين؟ قلنا كاينه عندنا واحد الكارتي، ان كارتي سال مسخة، يعني الحي مسخ. عندنا دي بيل هما البالات، داك البالة. عندنا دي بالي هي الشطابة. وكاينة كذلك دي بوبيل. بوبيل كيفاش دايرين؟ كاسين مهرسين. فوالا، اذا دابا ندوزو نشوفو السؤال رقم اثنان: كومون اي سو كارتي، يعني كيفاش دايره هاد الكارتي، هاد الزنقه هادي اولا هاد الحي هذا كيفاش داير؟ كيف ما كتلاحظوا كامل مسخ، الازبال منتشره في الحي. اذا نقولو سو كارتي اي سال، سو كارتي اي كيفاش داير؟ سال. فوالا، دوزو السؤال رقم ثلاثة: كومون سون لي بوبيل، هاد لي بوبيل هادو كيفاش دايرين؟ لي بوبيل هما الحاويات ديال القمامة، كيفاش دايرين؟ مهرسين. إذا لي بوبيل سون كاسي. سؤال رقم ثلاثة: لي بوبيل سون كاسي. إذا ندوزو نشوفو السؤال رقم أربعة: ياتيل دي بلونت أو دي فلوغ، يعني واش كتشوفو هنا في هاد الحي هذا، واش كتشوفو شي ورود
اولا نباتات لي بلونت او بيان لي فلور. ما كايناش ما كاينش ما كتبانش ليا انا في الصوره واش كاينين الورود ولا النباتات. اذا كنجي كنكتب أربعة aucune plante qui n'a pas de nectar ou aucune fleur. Ndouzo nchoufou soual raqam 5. Avec quel matériel vont travailler ces enfants? يعني شنو هو الماتيريال اللي غادي يخدموا به هاد الاطفال؟ اذا قلنا عندهم هنا الصباغه بانتور، يخدموا بانتور، البالي شطاطب، و دي بوبيل نوف، دي بوبيل جداد، يخدموا بدي بوبيل اللي جديده يعني غادي يجمعوا فيها الازبال انسي دو سويت. وعندهم ماتيريال اخر. اذا خمسه لا بانتور des balais des poubelles nous يعني باقي جداد. وكاينه كذلك دي بيل هانسي دو سويت. اذا سالينا دابا هاد الاسئله هادو، غادي ندوزو دابا لابخي ليكوت يعني ملي تقراو الديالوج، ملي تقراو الديالوج ديالكم غادي تخرجوا هاد الاسئله اللي عندكم هنا. الديالوج ما عنديش انا محطوط هنا حدايا ما كاينش، ولكن غنخدموا هاد الاسئله انطلاقا. دابا قبل ما نبدا انا نخدم معكم هاد الاسئله، خذوا الديالوج ديالكم وقراو الديالوج كامل باش ملي نجاوب انا على الاسئله تعرفوا نتوما فين كاين الريبونس في الديالوج. اذا السؤال الاول كي يا بارلي لو بروميي، يعني لو بروميي في الديالوج كل يهضر هو الاول في الديالوج. سي كي سي لا مامو. اذا كنجي كندير هنا السؤال الاول سي لا مامو. فوالا هذا السؤال الاول. ندوزو السؤال الثاني لي زونفون سون بري افير كوا، يعني هاد الاطفال هادو مستعدين يديروا شنو؟ شنو مستعدين يديروا؟ شنو مستعدين يديروا هاد الاطفال؟ دابا نتوما ملي كتشوفوا هاد الاطفال هازين هاد الماتيريال هادو، شنو في نظركم غيديروا بلا ما تشوفوا في الديالوج؟ يعني خصهم ينقيو هاد الحي هذا. اذا سون بري ا نيتواي لو كارتي. Sont prêts à nettoyer le quartier. Sual raqam 3. Que va faire Ali? Que penses-tu de cet enfant? Yani chnou baghi dir had Ali? Chnou baghi dir? Ali va quoi? Va faire quoi? Va s'occuper les plantes. Va s'occuper les plantes. Je m'allume avec les plantes de la peinture. C'est un enfant courageux. Je suis un de les voir courage. Un de le courage. Ali va. S'occuper des plantes.
لهذا دائما الاحياء والازقه كيكون فيهم بعض النباتات باش كيعطيو واحد المنظر جميل للحي، ماشي الازبال او الحاويات ديال الازبال. سي ان انفون كوراجو. فوالا، اذا كيف باندر لي ميور سال؟ شكون اللي غادي يصبغ لينا هاد لي ميور هادو، هاد الحيوط؟ شكون اللي غادي يصبغهم؟ لي زونفون كاملين، تو لي زونفون، تو لي زونفون فون سوكيبي دو لا بانتور، يعني الاطفال كاملين غادي يصبغوا لينا هذاك الحائط. دي ميغ سال. إذن سؤال خمسة، لا كومين أتيل أن رول أجوي؟ إذن شنو هي لا كومين؟ لا كومين هي ديك البلدية أو الجماعة اللي عندكم تما، اللي كتكون عندكم مثلا بلدية، مثلا البلدية أتيل أن رول أجوي، يعني واش عندها واحد الدور غادي تلعبو في التنقية ديال هاد الأحياء؟ نعم. شنو غادا دير هي؟ هي اللي غادي تجيب لينا لي بوبيل، هاد لي بوبيل هادو كاسي، هاد الحاويات ديال الازبال غادي تشونجيهم وتعطينا حاويات جداد، لان البلديه هي اللي كتكلف بهاد الامور هادي. اذا غادي نكتبو خمسة. وي لا كومين فا شونجي va changer les poubelles cassées. Regardez, c'est bien là, donc les poubelles. Les poubelles cassées. Voilà. Et then, sur ça, qu'a dit Ahmed à ses camarades à la fin? Je nous dis Ahmed, l'astéra, dire au final. Nous sommes le bon citoyen. Bravo à tous, yani. حنا مواطنين جيدين وبرافو عليكم كاملين. اذا شنو قال لهم؟ نو سوم دو بون. سيتويان ولي المواطن. برافو. برافو à tous. Ou bien برافو à tous. قال لهم برافو عليكم. سؤال سبعة. Que penses-tu de tous ces comportements? Que peut-on dire de tous ces enfants? يعني شنو كت بونستي، يعني كيفاش جاك هاد السلوك؟ وشنو يمكن لك تقول على هاد الاطفال؟ تو سيزون فول، شنو يمكن لك تقول الاطفال كاملين؟ اذا غادي نقولوا بان هاد، نزيدو نكتبو هنا السؤال السابع هو اللي بقى، نقولوا بلي هاد لو كومبورتمون سو سون دي كومبورتمون سيفيك، سلوك حضاري او سلوك وطني او سلوك مدني. كومبورتمون سيفيك. فوالا، وهاد لي زونفون سو سون دو بون سيتويان، يعني سي زونفون سون دو بون سيتويان.
سيتويان. فوالا اذا غادي نكونوا انتهينا من هاد الصفحه رقم 42 في انتظار الصفحه رقم 43 ان شاء الله.